يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، هل تم إغراق أهل الأرض كلهم ما عدا من كان في السفينة أم فقط تم إغراق جزء معين من الأرض وباقي الأرض لم يتم إغراقها؟ الأرض عمها الطوفان كلها، وغرق كل من في الأرض ما عدا من كانوا في السفينة، وقد أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين في السفينة لأجل بقاء النسل والخليقة، فالله أغرق أهل الأرض كلهم بالكفر الذي حصل والعياذ بالله. نعم.